وردة اه بالك شكابل ديالي اش من كابل قبض التليفون علاش انتينا كتخليني اصلا نجمع لك انا الحوايج بعد صافي قلبي مش واده ولا نمشي سي اجي فين ماشي هذا التواليت علاش ممنوع كيفاش ممنوع اه ممنوع انتينا ما عرفاش يمك مريضه بالسكر بغيتيها تسخف لي هنايا وتجي داكلني وزوينه هادي نتسناها حتى تجي على خاطرها نطرطق انا ياك اللهم طرطق انتينا ولا طرطق هي فيا انا مشيت اه فاش جي خليني مني ليها الملعوقه الملعوقه اجي بركه مشوه بركه مشوه صافي انا نمشي مع الطواليت فين تمشي معايا غتمشي معايا الطواليت ديال البنات جلس الارض ما يمكنش هاد العائله شحال حتى شي واحد فيكم ما يتبعني عفاف ياك ما تابعك شي واحد لا ولكن يسربي طلع صافي واجدة نمشيو ها واجدة يلا نمشيو ومالك خايفة لا راه ماشي هكاك غير يلا نمشيو قبل ما يشوفو عفاف ما عندك مناش تخافي إلا كانت غير ماماك أنا غنعيط لك يلا نمشيو يلا حفاف فين غادة؟ فين غادة؟ فين غادة؟ قولي فين كنتي غادة؟ قولي فين كنتي غادة؟ قلتي ساكنة ماشي بحال هكا نعم ماشي هكا وكيفاش؟ غير قولي كيفاش؟ ليش تابعنا ليش؟ ياك بعدت منكم ياك خوت لكم الدار كلها فين جاي تابعني فين؟ اسمعني كنقسم بالله وباقي تقرب مني ولا من ولادي كنحلفك بالله حتى نقتلك وندخل عليك للحبس ما تكرماش ما تسكت ما درت والو كيف حالك؟ يلا زيدي انت قدامي زيدي زيدي قدامي زيدي زيدي تصنع معاك لهادشي زيدي ماذا لك تقدري كنت عارفة غادي نمشي مصيبة وحق ربي ما دريتيني وانتي ما دريتينيش لي هجرت داري على قبلك مجرجر اخوك في نص العام على قبلك سمعي والله تنقطع يماك الطراف ولا ياخذك طلعي لا شوهتينا شوفي يا ماما طلعتها هانتينا اختي سكينه انتينا مريضه بالسكر ياك دابا بدات تعوج لي هنايا الله يرحمك قلت لك قابليهم اه ولكن قالت لي خصها تمشي للمطاهر ما نخليها